بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مع فيديو جديد بعنوان The First Derivative of Composite Functions and the Chain Rule. بنكمل بعض قواعد الديريفاتيف يا جماعة اللي بدأناها بالفيديو اللي فات. النهاردة بنتكلم أولا على الكومبوزيت فانكشن. فمثلا عشان نفهم الرول الجديد اللي هنتعلمها النهاردة بيقول لي إيه؟ بعنوان derivative of the function f of x all power n، بيقول لي if y equal f of x all power n where f is a differentiable function with respect to x will n belong to R، then first derivative dy over dx equal n by f of x all power n minus 1 اللي هي الرول الأساسية عندي by derivative ال f of x. يعني بيقول لي ايه؟ لو انت دلوقتي عندك ديريفاتيف للبراكت هتنزل الباور بتاعه هيبقى n minus 1 وهنا باي ال n باي ديريفاتيف اوف وات انسايد ذا براكت. يعني ايه يا جماعه؟ تعال نشوف مثلا اكزامبل معانا يوضح لنا الفكره بتاعتنا هنا. بيقول فيها ايه؟ لو انا مثلا عندي y equals 2x cube plus 5 all power 4، عايزين نحسب الفيرست ديريفاتيف في الحاله دي، براكت وعلي باور، تمام؟ قال يبقى الفيرست ديريفاتيف عندنا هننزل الباور بره البراكت ونقص منه 1، يبقى هيبقى 4 تايمز 2x كيوب بلس 5 اول باور 3 باي، ودي حاجه مهمه جدا، باي ديريفاتيف اللي جوه البراكت. مين اللي جوه البراكت قدامنا يا جماعه؟ 2x كيوب بلس 5، الديريفاتيف بتاعه هيبقى 6x، ما 3 باي 2 6x اول باور 2، وال5 الكونستانت بالنسبه لي الديريفاتيف بتاعها ايكوال 0. وبالتالي زي هنعيد تاني اهو الفكرة، يبقى هننزل الباور اهو هيبقى 4 والبراكت زي ما هو all power 3 by derivative اللي جوه البراكت هتبقى 3 by 2 يبقى 6x power 2 وال5 طبعا بزيرو، تمام؟ اخر حاجة ممكن نعملها نحسب اللي بره البراكت، البراكت الاساسي بتاعي اللي هو مثلا 4 by 6 equal 12x power 2، والبراكت اللي عليه الباور ده يا جماعة هنضطر نسيبه ايه زي ما هو. يعني احنا هنحسب كده 4 by 6 24 x بار 2، طب والبراكت زي ما هو، ده كده بالنسبة لنا in simplest form. طيب نيجي مثلا لو شفنا example تاني، بيقول لي if y equal 3x over 2x plus 1 all بار 5 زي ما احنا شايفين كده، يبقى هنطبق الرول تاني اللي احنا قلناه، هننزل الباور وننقص منه كام؟ 1، هتبقى 5 والبراكت زي ما هو all power 4 by derivative اللي جوه البراكت. واخدين بالكم يا جماعه اللي جوه البراكت عباره عن fraction. ساعتها كنا بنحسب الديريفاتيف بتاعه ازاي؟ اولا كنا بنعمل square للدينومينيتور، بعد كده derivative النومريتور by 2x plus 1 minus derivative الدينومينيتور by 3x. تعال نشوفها كده تبقى مكتوبه ازاي اهو. يبقى زي ما عملنا كده ال5 هتنزل اهي والبراكت زي ما هو all power 4 by derivative اللي جوه البراكت what is inside in the bracket، ماشي؟ هنلاحظ كده 3x derivative بتاعها 3 by 2x plus 1 زي ما هي اهو minus derivative 2x plus 1 هيبقى 2 by 3x زي ما هي over 2x plus 1 all power 2. ده بالنسبة لي لو حبينا بس نعمل simplest form زي ما انتم شايفين just 5 by 3 equal 15 والبراكت بار 2 زي ما هو، تمام؟ والبراكت الاساسي زي ما هو. تاني عشان بس الناس تبقى متابعه معايا انا عملت ايه. اولا لما اجي اعمل سمبليفاي للي فوق ده 3، اولا 3 باي 2 اكس بلس 1 ماينس 2 باي 3 اكس، عملناها سمبليفاي للنمريتور، يبقى لي بعد ما عملت له سمبليفاي بقى جاست 3، في الحاله ديت هعمل 3 باي 5 15 اوفر 2 اكس بلس 1 اول بار 2 والبراكت الاساسي زي ما هو. زي ما انتم شايفينها دي ان سمبلست فورم ده، واحنا عايزين نكملها كده. طيب نيجي بعد كده يا جماعة لفكرة تاني عندنا، بيقول ايه؟ لو انت عندك الواي عبارة عن كيوبيك روت اكس سكويرد ماينس 3 اكس ماينس 4 اول باور 2، في الحالة دي اتفقنا لو لقينا اي روت في الاكزامبل عندنا يا جماعة نحاول نحوله باور فورا. ازاي؟ يعني الواي دي هخليها ايه؟ هي اكس باور 2 ماينس 3 اكس ماينس 4 اول باور كام بقى يا جماعة؟ 2 اوفر 3. يمكن دي قاعدة واخدها من الترم الأولاني، الباور جوه اوفر الروت، يبقى هكتب
كده اول حاجه ال y equals البراكت زي ما هو باور 2 اوفر 3 جت منين؟ 2 اوفر 3. نبدا نحسب ال y داش في الحاله ديت، هننزل الباور وهنقص منه كام؟ 1. هتبقى 2 اوفر 3 اكس باور 2 ماينس 3 اكس ماينس 4 اول باور، ده طبعا لما نقص منه 1 هيبقى كام؟ نيجاتيف 1 اوفر 3. طب وايه ده؟ ايه اللي مكتوب جوه بعد ما عملنا كده، بعد ما نزلنا الباور ونقصنا منه 1؟ ديريفاتيف اللي جوه البراكت يا جماعه، اكس باور 2 ماينس 3 اكس ماينس 4 الديريفاتيف بتاعها هتبقى 2 اكس اهي، نيجاتيف 3 اكس زي ما انتم شايفينها، والكونستانت بزيرو. تمام. طبعا هنا هنلاحظ حاجه كمان، لو عايزين نخليها ان سمبلست فورم، احنا بس قدامنا ملاحظين ان في باور بالنيجاتيف والباور ده عباره عن فراكشن، فاتفقنا الباور بالنيجاتيف هينزل تحت بالنسبه لي جنب 3، والحاجه الثانيه هي الباور دوت معنى ان هو فراكشن يتحول لروت، وطبعا ده هيبقى كيوبيك روت لانه 1 اوفر كام؟ 3. يبقى اصبحت بالنسبه لي ال2 والبراكت 2 اكس ماينس 3 اهي زي ما احنا شايفين، 3 مكتوبه في الدينومينيتور زي ما هي، والبراكت ده نزل تحت كيوبيك روت. ده كده بالنسبه لي ان سمبلست فورم. نيجي لريمارك تاني يا جماعه، في زي سبيشال كيس كده بتتكلم على السكوير روت تحديدا، مش اي روت يعني، احنا بنتكلم تحديدا على السكوير روت. قال لي لو انت عندك الواي عباره عن روت اف اوف اكس، في الحاله دي دي واي على دي اكس ايكوال اف داش اوف اكس، هنجيب ديريفاتيف اللي جوه الروت نحطه في النمريتور اوفر 2 باي الروت زي ما هو. ازاي؟ تعالوا نشوف الاكزامبل دوت يا جماعه. مثلا لو انا عندي y equal root 2x plus 3 هنعمل ايه؟ قال لي في الحاله دي يبقى الواي داش من غير بقى ما لسه هنعدلها والكلام ده، قال لي ممكن نعمل على طول نجيب الفيرست ديريفاتيف مباشره. ازاي؟ ديريفاتيف 2x plus 3 هتبقى كام عندنا؟ هتبقى 2، نكتبها في النمريتور، وتحت في الدينومينيتور هنكتب 2 روت زي ما هو بالظبط اهو. يبقى انا هكتب كده 1 اوفر 2 روت اكس بلس 3 زي ما هو باي 2 ديت اللي هي الديريفاتيف الانسايد ذا سكوير روت. طبعا ال2 دي هنكنسلها مع 2 يا جماعه، هيبقى انا في الاكزامبل دوت كام؟ 1 اوفر روت 2 اكس بلس 3. طيب نشوف اكزامبل تاني في الحته دي، بيقول لي اذا كان واي عباره عن سكوير روت الاكسبريشن دوت زي ما احنا شايفينه، فبيقول لي انا عايز الواي داش او الفيرست ديريفاتيف عندنا. قلنا برضو تاني يا جماعة هنحسب ايه؟ ممكن نقول كده 1 over 2 نفس الروت زي ما هو باي ديريفاتيف اللي جوه الروت. نشوف كده هتبقى 1 over 2 او زي ما اتفقنا ده النمريتور اهو بالنسبة لي مكتوب ايه؟ ديريفاتيف اللي جوه الروت هيبقى 3 by 5 15 x باور 2، 2 by 12 negative 24 x باور 1 لان احنا نقصنا باور 1، بوزيتيف 8 اكس يبقى الديريفيتيف بتاعها 8 وال1 الديريفيتيف بتاعها بزيرو، وتحت كتبنا 2 والروت زي ما هو. ده كده بالنسبه لي كقاعده كده للتسهيل عندنا لو احنا عايزين نعمل ديريفيتيف للسكوير روت لو المساله مكتوبه بس جاست y ايكوال سكوير روت. طيب نيجي برضو بعد كده يا جماعه الجزء الثاني عندنا ثيرم بيتكلم على ذا تشين رول. تشين رول مقصود بيها او زي ما بيسموها قاعده السلسله زي ما كنا بندرسها احنا زمان، بيقول لي كده if y equal f of z يعني ال y هي function في z is a differentiable function with respect to z and z equal g of x is a differentiable function with respect to x يعني y function لل z وال z function لمين يا جماعة؟ لل x. فبيقول لي then y equal f of g of x is a differentiable function with respect to x. يعني مثلا بيقول لي انت ال y equal terms of x وال z of z عفوا وال z in terms of x، فهو عايز dy على dx. قال لك احنا ممكن نفكها بالرول ديت dy على dx هي dy على dz by dz على dx. طبعا الكلام ده هيتضح معايا واحنا ايه نشوف الاكزامبل دوت يفهم لنا الدنيا شويه. دلوقتي انا عندي بيقول لي find dy over dx اذا كان y equal z power 8 plus 1 وال z equal 2x minus 3. دي مسألة واحدة عايز dy over dx. طب ايه؟ قال لي بص احنا هنمشي فيها steps. اول حاجة قالها في الاكزامبل دوت قال y equal z power 8 plus 1 نقدر دي function في z، فنعمل ايه؟ نقدر نحسب كده dy over dz ازاي؟ هننزل الباور وننقص منه 1، هتبقى dy على dz equal
8 زد باور 7 والديريفاتيف اوف 1 بكام؟ بزيرو. طب نيجي للجزء التاني، زد ايكوال 2 اكس ماينس 3 زي ما احنا شايفينه، يبقى دي زد اوفر دي اكس ايكوال ال 2 اكس هتبقى كام؟ هتبقى 2، والنيجاتيف 3 بزيرو، وبالتالي دي زد على دي اكس ايكوال 2. يبقى انا عملت ديريفاتيف لكل فانكشن لوحدها، بس هو مش عايز ولا دي واي على دي زد ولا دي زد على دي اكس، هو عايز دي واي على دي اكس. عشان كده هفكها ازاي يا جماعه؟ هعملها الفيرست باي السكند زي ما انتم شايفين. بالمناسبه اللي مش واخد باله، انت لو كنسلت دي زد مع دي زد هيبقى لك دي واي على دي اكس، اللي هو ايه بيسال عليها اصلا. طيب يبقى انا هعمل برودكت للتو فاليوز اللي هو طلعها، يبقى ايكوال 8 زد باور 7 باي كام؟ باي 2. اهي 8 زد باور 7 باي 2، التو ريزلتس اللي احنا طلعناهم اهم قدامي. بالمناسبه 2 باي 8 بكام؟ ب 16 زد باور 7. بس هو في الاخر عايز دي واي على دي اكس، يعني مش عايز يشوف زد خالص، هو عايزها اكس. خلاص هنشيل الزد ونحط مكانها مين يا جماعه؟ 2 اكس ماينس 3. يبقى الاجابه بالنسبه لي الفاينل 16 اللي انتوا شايفينها ديت، الزد اللي هي 2 اكس ماينس 3 اول باور 7 اللي هي مكتوبه قدامنا بالشكل ده. وان كان في طريقه تانيه تفضل في النوايا دي من المسائل يا جماعه، كان هيبقى اسهل لنا من البدايه خالص اللي احنا نعمل، انت جايب y equal z بار 8 بلس 1 دي المساله صح؟ فاحنا ممكن نعمل ايه؟ طب ما نشيل الزد من البدايه ونحط مكانها 2x ماينس 3، هتبقى ال y function في ال x، وده اللي هو عايزه من الاول اصلا. فنعمل ايه بقى؟ دي دلوقتي بقت مساله عاديه نحسبها للديريفيتيف، وان هنعمل ايه؟ هننزل الباور، هتبقى 8 2x ماينس 3 اول باور 7 باي الديريفيتيف اللي جوه البراكت ما ننساش، باي ديريفاتيف 2 اكس ماينس 3 هتبقى كام؟ جاست 2 ماشي، والكونستانت هيبقى بزيرو. يبقى احنا زي ما شايفينها كده، ادي ال 8 نزلت اهي، البراكت زي ما هو باور 7 باي 2، ال 2 ديت اللي هي الديريفاتيف اللي جوه البراكت بلس زيرو. وبالتالي لو جينا نعملها سمبلست فورم او بوت ات ان سمبلست فورم، هيبقى 2 باي 8 ايكوال 16، والبراكت زي ما هو، ملاحظين ان هي نفس الريزلت. وان كان افضل اللي انا عملت دايركت سبستيتيوشن من البدايه ومشيت بقى القواعد اللي احنا خدناها في لسه من شويه. دلوقتي يا جماعه دايما نبص على المساله قبل ما نبتدي ونشوف القواعد فيها هتمشي معانا ازاي، ودايما نراجع قواعد الديريفاتيف كامله عشان نقدر نحدد المساله بالنسبه لي هتتحل بانهي نوع. بنكتفي بهذا الجزء النهارده، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للشانل علشان يقدر يوصل لكم الفيديوهات التانية مع تفعيل الجرس بالنسبة لنا، وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات تانية بإذن الله. شكرا ليكم ونشوفكم على خير بإذن الله.